الرئيس بيري بيقول لخضر الدون دييجو مستحيل يقدر يهزم عروش لوحده، فخضر بيقول له اكيد في خيانه في الموضوع وهنعرف الموضوع كله لما نقبض على دييجو. دييجو بعد وفاه عروش بيقرر الهجوم على الجزائر والاستيلاء على العرش، فالتاجر بيقول له ان جزء كبير من الاهالي هناك بيأيدوا خضر، ولو استولينا على الجزائر ساعتها هنقضي على آل بربروس تماما. الدرويش بيقول لمراد ان ده مش وقت الحزن وانهم لازم يتجمعوا حوالين خضر ويساعدوه علشان يقدر ينتقم لعروج. فمراد بيقرر يرجع البحاره وبيدور على ياريلي فبيلاقيه ساكن في كوخ على البحر واعتزل مهنه البحار. ياريلي بيقول لمراد بعد وفاة عروج مش هقدر اكون بحار تاني، فمراد بيقول له خضر هو الرئيس دلوقتي، ولو انت بحار فعلا تعالى وبايع الرئيس بتاعك وساعدنا على الانتقام لعروج. ياريلي بيقول له انا ثقتي في خضر مطلقة بس مش هقدر اكون بحار بدون عروج. لا عندك بنت. بلبل بيكون قاعد على طرف السفينة وحاسس بالذنب لانه ما كانش مع عروج لما مات، وحاسس انه قصر معاه وما قدرش يحميه، فبيقرر يقتل نفسه. بس خضر بيجي بسرعة وبيمنعه وبيقول له انت فاكر لو عروج هنا كان هيكون فرحان باللي انت بتعمله ده؟ لو بتحب عروج فعلا يبقى لازم تسير على خطاه. وبعدين بيسأله عن مكان باقي البحارة، فبلبل بيقول له بعد وفاة عروج كل واحد فيهم مشى في طريقه الخاص، فخضر بيطلب منه يبعت رسالة لكل البحارة ويجمعهم من تاني. البحارة لما بيجوا لخضر بيقول لهم انا فقدت البنت اللي بحبها وفقدت الياس وعروج وما زلت مر في الدفاع عن قضية المسلمين. فياريلي وباقي البحارة بيحسوا انهم اخطأوا وبيبايعوا خضر كسلطان الجزائر وبيقسموا بالولاء ليه مدى الحياة. دييجو وجنوده ومعاهم التاجر بيهاجموا الجزائر وبيقتلوا كل جنود خضر اللي هناك وبيستولوا على العرش. الاهالي بيتجمعوا وبيكونوا رافضين حكم دييجو للجزائر واعلنوا ولائهم لخضر. فدييجو بيطلب من التاجر يقبض على كل الاهالي المتمردين ويعذبهم علشان يتراجعوا عن قرارهم ويكون ولائهم لدييجو. روزا بتقول لدييجو انهم لازم يتجهزوا للحرب لان خضر مش هيتخلى عن الجزائر الامانة اللي سابها له اخوه عروج، وبالتالي هيجمع مع جنوده وهيجي يهاجم. بتوصل رساله لخضر ان دييجو احتل الجزائر وقتل كل الجنود اللي هناك، وده كان بمساعده مجموعه من الاهالي الخونه وسجن باقي الاهالي اللي معارضين لحكمه. فخضر بيقول ان الخونه اللي ساعدوا دييجو في احتلال الجزائر اكيد نفسهم هم اللي غادروا بعروج. فبيجمع خضر جنوده وبيتجه للجزائر بعد ما بيعين بيري حارس على جيجل. الملك الاسباني شارل كان بعت اسطول بقياده الاميرال الملكي علشان يساعد دييجو في استعاده جيجل وحمايه الجزائر. خضر بيوصل للجزائر وبيلاقي جنود دييجو محصنين المدخل، وفجاه بيخرج دييجو من وسطهم ويروح خضر ويقول له اديني قدامك، لو عايز تقتلني اقتلني، بس خلي بالك لو في نقطه دم اتسفكت هنا انا هقتل كل الاهالي الابرياء اللي لسه موالين ليك. اما بقى لو حابب تستلم الجزائر من غير حرب هو شرط واحد بس اللي عايزه منك، سلمني جيجل اسلمك الجزائر. بس خضر طبعا بيرفض، فدييجو بيقول له يبقى كده للاسف مش هتقدر تحافظ على امانه اخوك. التاجر بيعذب الاهالي علشان يتخلوا عن ولائهم لخير الدين بربروس. فبيجي دييجو ويقول له الاهالي دول هم اهم ورقه نقدر نضغط بيهم على خضر، حافظ عليهم وامنع هروبهم باي طريقه لان خضر هيدور على اي وسيله علشان يحررهم. احرسهم لحد ما يجي الاسطول وهاجم بيه جيجل. مراد بيقول لخضر ان ثقه الاهالي والمحاربين فيك بدات تتزعزع بسبب انك مفرط في الجزائر، فاما انك تتخلى عن الاهالي الاسرى وتهاجم الجزائر وتستردها او ان البحاره هيبداوا ينسحبوا من حواليك واحد ورا الثاني. فخضر بيتخلى عن الاهالي وبيجمع البحاره وبيهاجم الجزائر وبيقتل جنود دييجو اللي هناك، وبيدخل دييجو جوه القصر علشان يقتله، بس بيتفاجئ ان عروج هو اللي جوه وقاعد على العرش. فعروج بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ انا اتمنتك على ارواح الابرياء والاهالي في الجزائر وانت كده هتتسبب في موتهم. وهنا خضر بيفوق وبيعرف انه كان بيحلم، وبيجمع البحاره ويقول لهم ان ارواح الاهالي الاسرى في الجزائر هم اللي ليهم الاولويه، واللي هيتمرد من البحاره هيكون خان القسم بالولاء، وانا مش هتراجع عن قراري حتى لو فضلت لوحدي. ياريلي بيقول لخضر ليه ما نسلمش جيجل لدييجو وناخد الجزائر وبعدين نرجع نهاجم جيجل تاني. خضر بيقول له الدون دييجو مش غبي واكيد هو عامل حساب الموضوع ده، الدون دييجو بيخطط يخدعنا، فلازم نلاقي طريقه نهاجم بيها الجزائر في السر ونحرر الاسرى. التاجر بيقول لدييجو انت وعدتني انك هتديني اماره في الجزائر لو ساعدتك في احتلالها. فدييجو بيقول له اديك اماره ازاي وانت شويه اهالي مش قادر تخليهم يغيروا ولائهم. فالتاجر بيقول له انا هروح اعذبهم لدرجه تخليهم ينسوا اسم خير الدين بربروس. روزا بتبلغ دييجو ان اسطول الملك شارلكان هيكون بكره في الجزائر، فدييجو بيقول لها ابعت رساله لقائد الاسطول خليه يتوجه لمهاجمه جيجل من البحر واحنا هنهاجم من البر. فروزا بتطلب منه تنضم للاميرال وتهاجم معاه من البحر. فدييجو بيوافق ويقول لها ان السلطان سليم فتح مصر وبيت المقدس، ولو خضر استولى على الجزائر كده المسلمين هيحكموا سيطرتهم على البحر الابيض المتوسط بالكامل، علشان كده الحرب دي مهمه جدا ولازم ننتصر فيها. روزا بتروح تقابل الاميرال القائد الاسطول الملكي وتبلغه ان دييجو بيطلب منه مهاجمه جيجل بدلا من حمايه الجزائر، وفي المقابل دييجو هيهاجم من البر. فالاميرال بيتجه لجيجل. الرئيس بيري بيجي يقول لخضر ان سفينه واحده بس من اسطول الملك شارلكان هي المتجهه للجزائر. هنا خضر بيفهم ان الاسطول هيتجه لمهاجمه جيجل، وبيفهم كمان ان خطه دييجو من البدايه لو خضر كان وافق يبدل معاه جيجل بالجزائر دييجو كان هيبعت الاسطول علشان يحتل الجزائر
من تاني. وهنا خضر بيطلب من بيري يبعث رسالة للسلطان العثماني يبلغه برغبة خضر بالانضمام للدولة العثمانية علشان يكون ليه قوة سياسية تحميه. وبيطلب كمان من بيري انه ياخد بلبل وجزء من الجنود ويهاجم الجزائر في السر ويحاول يحرر الاهالي، وهو هياخد مراد وياريلي ويمنعه اسطول شربكان من الوصول لجيجل. الرئيس بيري بيتسلل للجزائر وبيعرف من جندي تبع الدون دييجو مكان الاسرى، فبيروح لمكانهم وبيلاقي التاجر بيعذب فيهم، فبيقبض عليه ويحرر الاسرى ويخلي بلبل هو اللي يقتل التاجر انتقاما للعروج. الاميرال بيقول لروزا ان دييجو بعت سفن بتقرب منهم علشان تساندهم في الهجوم على جيجل، فروزا بتتصدم وتقول له ان دييجو مش هيبعت اي سفن. ولما بتروح تشوف السفن دي بتعرف ان دي سفن خضر، فبتطلب من الاميرال يتخذ وضعيه الهجوم، بس بيكون الوقت اتاخر وخضر قرب منهم بما فيه الكفايه، فبيحاصر اسطول الاميرال وبيدمر اشرعه السفن. وبعدين بيطلع خضر على سفينه الاميرال وبيحاصره في مخزن السفينه، فالاميرال بيكون عايز يفجر البارود الموجود في السفينه علشان يموت خضر معاه، بس خضر بيلحقه وبيقتله بسرعه. وهنا بيتفاجئ خضر بروزا معاها مسدس وتبقى هتقتل خضر، بس بيجي مراد من وراها وبيقتلها. بيجي جندي يقول لدييجو ان في حد بعت له هديه في صندوق وبيقول محدش يفتحها غيره، فبيروح دييجو وبيفتح الصندوق وبيلاقي جثه روزا موجوده جواه. وفي اللحظه دي بيدخل خضر وبيقتل جنود دييجو وبيقبض على دييجو، فدييجو بيقول لخضر انا هقتل كل الاسرى الجزائريين. فبيدخل الرئيس بيري ويقول له ان الاسرى كلهم تم تحريرهم. وهنا خضر بيطلب من الجنود يسيبوا دييجو ومحدش يتدخل، وهو هيبارزه وهينتقم منه بنفسه. وبتبدا المبارزه ما بين خضر ودييجو، وبيقدر خضر انه يهزم دييجو، بس بيديه سيف تاني ويبارزه وبيهزمه كمان مره وبيقتله وبيعلن سيطرته على الجزائر. وبعدين بيجي الرئيس بيري وهو جايب علم الدوله العثمانيه وبيقول لخضر ان السلطان العثماني وافق على انضمامك للدوله العثمانيه، ودلوقتي رسميا خير الدين بربروس اصبح واحد من رجال الدوله العثمانيه. وهنا بتنتهي الحلقه 32 من مسلسل بربروس، والمرشحه انها تكون اخر حلقه في الموسم الاول. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس على اختيار الكل علشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصلك اشعار. وبس كده، سلام.